لكن عايز اقول وهو يرى كل هذه التهديدات للامن القومي اللي هو الجيش نفسه والجيش نفسه موجود مسؤول في يعني شايف ومع ذلك بيتكلم استنوا انتظروا. وانا كمان عاوز اقول لك ان انا في فترات كتير كنت انا كنت واحد من الناس اللي كنت من انصار انه صعب جدا خلع الوضع اللي كان موجود الا باستفتاء وانا قلتها معاك مره. لكن وحتى من اسباب خلافاتي مع الدكتور البردعي رغم اني بقدر اشياء كتير جدا فيه هو انه كان هو متصور الخلع لا يمكن الانتظار على الخلع وانا كنت بقول الاستفتاء بقول الاستفتاء ايه احنا كنت بتقول استفتاء والدكتور البردعي كان بيقول لا خلعه خلع. طيب بعد كده موضوع الرتبة على العدوية كان فيه قضية أخرى يعني كان فيها خلافات أخرى في الرتبة على العدوية فض إمتى والفض إزاي هو ده اللي اختلف فيه الدكتور البردعي فيما بعد. لكن في ذلك الوقت أنا كنت بقول استفتاء وأظن أنه اللواء السيسي في ذلك الوقت الفريق السيسي في ذلك الوقت كان من أنصار سيريسلي هو دخل الاجتماع ده بتاع بالليل وهو في ذهنه استفتاء. وانا ما اتصور ناس كتير ما يعرفوش ده لكن انا فاكر انه اخر مره كلمته في هذا اليوم الراجل كان في ذهنه استفتاء لكنه في النهايه استجاب للناس لكن في النهايه استجاب وثم انه اظنه قدر الاستفتاء قد يكون لاحقا للاجراء لانه على اي حال هيقاوموا فيه وهتبقى نفس المشكله لكنه ادرك في هذه اللحظه انه لا يواجه الاخوان فقط هو يواجه امريكا بالمقام الاول. لكن انا شوفي ايه انا عارف انه هو كان شايف حجم اللي كان الامريكان بيتصوروا لانه الامريكان عندهم مشروع للمنطقه الاخوان المسلمين طرف فيه عندهم مشروع يعني بصرف النظر مشروع سمي علاقتهم به طرف متابع اللي انت عايزاه. لكن انا إن دول كانوا طرف في مشروع والسيسي شايفه لكن هو وكان واللي انت بتسالي فيه منك بتقولي يقدر كان عنده الاراده باستمرار كل إرادة ممكن تبقى موجود لكن أيضا تختبر هو أنا كنت مستهوله يوميها هل يستطيع لأنه الناس دول في سنة واحدة أول حاجة أنه بقالهم 40 سنة من أول اتفاق جاناكليس بتاع سنة 1900 هم بيستعدوا وهم بيستعدوا من أول سنة 72 فأنت عندك فوق 40-50 سنة وهم بيحشدوا بطول عمرهم كانوا موجودين أو وقت لكن الحشد للسلطة لكن الحشد للسلطة والحشد للحظة والحشد للساعة والحشد للفعل استمر فترة طويلة جدا تمكين في التنظيم التمكين في التغلغل التمكين في التمويل الاتصالات الدولية يعني في حاجة كبيرة جدا. فكان السؤال هل يس هو عاوز أو بقى شاف الضرورات والناس مش ممكن اكتر من كده والاوضاع قد لا تحتمل ايضا انك تسيبيهم لانه